النهارده يعني يوم فرح للالعاب الالكترونيه والرياضات الالكترونيه بوجود معالي الوزير والمهندس حازم وابننا يوسف اللي اول شركه اتعملت في مصر للاي سبورتس. الخطوات اللي زي دي بتوري الشباب ان المكان اللي انت بتلعب فيه مش المفروض يكون البيت بس وتكون مستخبي او بتلعب لوحدك، لا كمان الوزاره هتساعدك انك انت تقلب محترف، والايفنتس اللي زي دي هتديك الخطوات اللي مش قدامك بس قدام اهلك وقدام صحابك وقدام الحته اللي انت اي حد في الحته اللي انت عايش فيها انك تقدر تبقى محترف في الاي سبورتس في مصر.